عودي معكم للمتابعة. سبت شو عبالي قلكن عدلكن الاوبننج اللي قلتها الصبح بدها شي 8 دقايق، بقول اقولكن ولا بعطيه وقت يحكي؟ ضيع وقت بعد مش قادر، ما العالم ناطرتنا يا شو. انا بنطر العالم ناطرتنا اليوم، مش ناطرتك الارض فرصه السبت لانه انت تطلع بنطر هذه الفرصه. بس حذر لي صدقت ما عمل لك النجاة لا استفزك مع عامر طبعا واخبار مهمه للتكنولوجيا. صباح الخير جوزيف، صباح الخير للمشاهدين. هلا المشكلة انه نحن عايشين بعصر ما فينا نتخلى على اللي بتقوله، يعني ما هاي المشكلة. ما حسستني ان هتلر يلي بيسمعك بيصدق. لا والله عن جد مش معقول، عن جد هتلر، لانه هيدي التكنولوجيا وكل شيء تطور عم بيسيطر علينا، عم بيسيطر على العالم، على جيب اذا هيك جايب لك شيء كثير حلو هلا لك. نغير؟ لا لا شيء حيعجبك هلا. يلا من ضمن السيطرة يعني. يلا بما انه فتح هيك الموضوع جوزيف، خلينا نشوف اول تي في سي بعدين نشرح عنه. Whoa. There's a cherry down there. Let's grab, let's grab. Nice. Cut up, cut up. Yeah, there you go. Whoa. 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 Oh, but John, forward, why? Wow. Whoa. Okay, I'm back, everybody. Sit together, all right? Whoa! 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 Wow. عم نحكي تحت الهواء إنه the next. اللي عندي هلا السنة أنا. ايه بس اللي تم طرحها هلا بس هو يعني او اللي تم الاعلان عنها من يومين بالضبط هي الاوكيولوس الجديده اللي هي الكويست. نعم. اذا انت عندك في ار عم تستعملها نفس الكونسبت يعني فيرتشوال رياليتي. فيرتشوال رياليتي اكزاكتلي. بس هلا يلي عم بيصير انه الكونسبت تبع الفيرتشوال رياليتي صار بمتناول امور اكثر من الاشياء اللي كنا يعني كنا نلعب نحن لعبه بسيطه عليها. او بس لحظه خليني اقول في جمله لازم اقولها، يا رب تنجينا. ايه يا رب تنجينا انه العالم تكبر بنشوفهم من نفس البيت عم يكبروا. انت اليوم عم تنقل المحيط تبعك. ايه عم بتصير بالمحيط تبعك بقلب اللعبه، يعني اليوم البيت فيك تحوله لملعب. اوكي فيك تحوله لملعب بصورة تانية، يعني ملعب تنس تشوفه تنس، فيك تخليه مثل ما هو بيت وتلعب بقلبه، تشوف الكنبية طبيعية بس تشوف ورا الكنبية في حدا مخبى عليك تقوصه، انت تكبر تصغر تنتقل يعني. بس كل اللي بده يشوف بالبيت بده يكون لابس الـ 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 صح صح الماشين 100%. اكيد فيك تشوف على الشاشة شو عم بيصير، بس انه المبدأ انه انت عايش بالانفايرمنت تبعك، والفيرتشوال رياليتي عم تشيلك من منطق الفيرتشوال رياليتي وعم بتضم مع الاوجمنتد رياليتي. هي 3 دايمنشن اكيد بكل شيء بنشوفه. هي نحن عم نحكي اباف 3 دايمنشن لانه انت صرت انت صرت بقلب بالسنتر تبع الانفايرمنت تبعك. يعني انا مبسوط فيها انه نشوف الابلكيشنز وقصص كذا، انه هيك اوقات عم استعملها لاتسلى يعني بفوت فيها بالجو، بس هلا بهالطريقه هيدي كتير بتفوت بتخوف. هلا مع تزامن مع هالاعلان هذا تم الاعلان عن مسلسلات كرتونز وتصوير حقيقي تشاهد على الفيرتشوال رياليتي، منها ستار وورز اللي هو حيكون بس بنسخه الفي ار، مسلسل كرتوني لا ستار وورز بنسخه الفي ار اللي هو بيزيكلي لما بتكون انت عم تحضر. بس اوريدي كان فينا نشوفه قبل صح بس هالمره حتشوفه بتقنيه اجدد بعد بتخليك تكون مش عم بتشوفه بس انت بنصه. نعم يعني انا لما بتكون انت عم تحضر بتكون
اذا انت بقلب السبيس شيب تقدر تبرم وتشوف السبيس شيب كلياتها مش تشوف بس يمين شمال وقدام. هو بعد انا بدي اطلب منه اذا يعملوها يعملوها اخف شوي على الوجه لانه هي شوي مزعجه. وهيدا صار هلا هيك صار. صارت اخف على الوجه. نعم. وسعرها اخف. يعني اليوم عم نحكي ماركت برايس 399 للكوست، يعني ب $400 انت قادر تكون عم تعيش تجربه الفي ار مع الاوجمانتد رياليتي اللي انزادت على اوجمانتد رياليتي. دي كانت اقل بكثير اللي عم تحكي عنها انت. الباسيف في ار اللي كانت قبلها دغري. ايه لا اللي بتحط بقلب التليفون. اللي بتحطها بالتليفون طبعا صح. هيدي ما بدها تليفون. هيدي بتقدر تلعب جيمز عليها بتوصلها على يعني ما بدها بتاخذ من كل شيء بلت ان بقلبها يعني. exactly. هي مش انه بتستعمل exactly. ثرو تليفونك. اوكي هيدي اوكولوس. هي في الفيرجنز بتوصلها على الكمبيوتر في الفيرجنز بتوصل. اوكي هيدي القديمه كان حط ابلكيشن مش قديمه هيدي بعدها قائمه اللي انت عم تحكي عنها بس هيدي مربوطه بالتليفون مباشره. صحيح. نحن هيدي اللي عم نحكي عنها مش مربوطه بالتليفون اللي انت عم تحكي عنها ما زالت قائمه ومستعمله. نعم. وبس محدوده بما ما يمكن يقدمه لك التليفون. طيب مظبوط. هذيك الابلكيشنز وكذا exactly. وتشوف كذا بالك يعني موفي مسموح انك تشوفهم عليها على. بس هذيك لا صرنا بغير كونسبت على الاخير. اوكي يعني هيدي خبريه يعني الله يسترنا رايحين. خلينا نشوف رش الصوى 10 سنين على اندرويد. التليفون اللي انت حامله هو اندرويد. نحن اليوم عم نطبق السنه العاشره على اطلاق اول جهاز اندرويد كان بال 2008. عم نشوف سوا الاجهزه. بلشنا بال اتش تي سي دريم كان اول جهاز اندرويد بينزل بال 2008 ولحقوا بعدين جهاز ثاني كمان كان تاتش اول جهاز تاتش بينزل من دون كيبورد. عم نحكي من 10 سنين تقريبا بقياس شاشه كانت 2.4 هلا انت حامل 6.2. ف اول شيء شفنا الجهاز اللي معه كيبورد بعدين شفنا اجهزه اللي هي فول سكرين تاتش من دون كيبورد مثل النكسس 1 اللي شفناه هلا اللي هو اول تليفون صنعته اتش تي سي لصالح جوجل اللي بسموه الجوجل فون بال 2010. وشفنا بعدين النسخ الثانيه النكسس اسيا اللي عملته شركه سامسونج يلي كل تليفون من هدول التليفونات اللي عم يمرقوا بهالسنين اللي تم اصدار تبعهم فيهم شيء غير مفهوم وطور مفهوم الاندرويد لليوم ليكون معنا نحن الجهاز الاكثر تطورا بموضوع الاوبريتنج سيستم اللي هو الاندرويد. يعني اليوم هو اكثر جهاز او اكثر اجهزه بالعالم مستعمله اكثر موبايل فونز مستعملين بالعالم هن الاندرويد. الاندرويد بس انه بتعرف كانه الاتش تي سي يعني اختفى شوي. الاتش تي سي اختفى فعليا يعني تراجع كثير. كان بالتوب 3 صار برات التوب 6 هالقد. فات محل اكيد سامسونج هو بعده ما زال لحد اليوم رقم واحد. هواوي رقم 2 وابل رقم 3 بالمصنعين. ابل رقم 3 ايه بس بمشغلين الاندرويد سامسونج رقم 1 هواوي رقم 2 وعندنا الشركه الصينيه شاومي اللي نحن ما يعني هواتفها مش موجوده عندنا بالسوق. نعم. هي من نمبر اكبر فور. نمبر 3 نمبر 3 عم بحكي بالاندرويدز بمصنع الموبايلز. نعم. البراندز يعني سامسونج نمبر 1 هو ونمبر 2 وابل نمبر 3 ابل يعني الايفون. صح. وما بيجي من بعده بيجي من بعده الصين. ايه. هلا اغلبيه الشركات الصينيه هي اللي عم تاخذ التوب 10 اذا بدك او التوب 6. شفنا خروج لاتش تي سي شفنا خروج لال جي شفنا خروج لسوني. نعم. هدول الاجهزه صاروا فعليا اذا بدك خارج المنافسه بظل وجود المنافس القوي اللي عم يعملها المشغل الصيني ان كان مصنع صيني ان كان هواوي ان كان شاومي ان كان اوبو وغيرها من البراندز اللي عم تكون بالسوق. 10 سنين على اندرويد اكثر جهاز هو مستعمل او اكثر اوبريتنج سيستم مستعمل بالعالم اليوم على التابلتس وعلى التليفونات. يعني عامر ثانك يو دائما بتتحفنا باخبار جديده. خلص وقتك ما فيك تحكي ولا كلمه ولا كلمه ترجع بس لقواعدك ولمهمتك جوا كبروديوسر ما بقى فيك ابدا تكون معنا على الهواء والحمد لله انه لسه بتجي لجوا. انت بتعرف انه انا جوا حكون اقوى. بعرف. ثانك يو عامر ميرسي جوزيف بشوفك السبت الجاي. رح نروح عند ساره لنشوف انطلاقتها كيف رح بتكون. وما تنسوا نحن اليوم عم نتحدى سارة بعتوا لي وصفة صحية وسريعة عبر فيسبوك عالم صباح وسؤالي هو هيك رشة ملح. صباح الخير.
رح نبلش بأول وصفة لليوم يلي هي الفلافلة الملونة المحشية شوي على الطريقة البلاهيك شوي إيطاليان يعني. رح بلش أول شيء باللحمة، الوصفة فيها رز لحمة وشوية خضرة. أوكي، شوية زيت نباتي أو زيتون لحتى نسوي اللحمة. وبهذا الوقت فينا نحط الرزات على النار بمي مغلية مثل ما بتعرفوا كانتيتي الرز كانتيتي المي دوبل كانتيتي الرز. بس لتغلي المي بنحط الرزات. اوكي، بهذا الوقت رح قص الفلافلة. بدنا نقصها هلا، هي انا اوريدي قصيتها ونظفتها. اوكي، بدنا نقصها بالطول مش بالعرض، لانه بالعرض اذا نظفنا هيدي البارتي ممكن نفختها نخسرها ما عاد فينا نحشيها. سو رح قصها بالطول. وصفة كتير سهلة على فكرة. هلأ هول الستابس يلي عم نعملهم بس لنجهزهم، رح تشوفوا انه كل الانجريدينس الباقيين بدنا نحطهم فوق بعضهم. اوكي، بسكين شوي اصغر مننظف كل الداخل، تضربوه هيك لينزل كل الحبوب. اوكي، وخلوا هيدي الخضرة إذا كانت موجودة بتعطي هيك للفاينل لوك إذا بدكم. فوالا، بنزيد البصل على اللحمة ونزيد بهاراتنا. فوالا، بس لا شوي هيك يخف حماره رح احط هلا البهار الاسود. اوكي، رح احط شويه زعتر يابس. بتشوفوا الوصفه بتاخذوها على الشاشه، بتحطوا كل البهارات. انا برجع بشوفكم بالفقره الثانيه من ورشه ملح. نروح لعند جوزيف. سارة، ثانك يو، سوري انه عم نتحداكي يعني، بس ما بعرف شو رح يطلع معنا هلا. انا والمشاهدين اليوم عليك. وين صرتي؟ بالاول بعدني. بعد شوي بنرجع عند سارة طبعا، وبلشت الريحة الطيبة بالاستوديو. بريك وبنرجع.